أكدت كوريا الشمالية الثلاثاء أنها أجرت تجربة نووية ثالثة بنجاح، مؤكدة أنها استخدمت هذه المرة قنبلة مصغرة، وأفادت أن عملياتها جاءت رداً على عداء الولايات المتحدة. وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن هذه التجربة النووية العالية المستوى اتسمت خلافاً للتجربتين الماضيتين بقوة تفجير أكبر، واستخدمت قنبلة مصغرة أقل وزناً. واستخدام قنبلة مصغرة يثير مخاوف القوى الكبرى، لأنه يشير إلى أن بيونغ يانغ باتت تمتلك التكنولوجيا المتطورة التي تسمح لها بصنع قنبلة صغيرة الحجم بحيث يمكن تثبيتها على رأس صاروخ. وفي حال كانت بيونغ يانغ توصلت فعليا إلى صنع قنبلة مصغرة، فهذا سيحدث تغييرا جذريا في الوضع، لا سيما بعدما نجحت في مطلع كانون الأول ديسمبر في إرسال صاروخ إلى الفضاء، ما أشار إلى تقدم كبير في سيطرتها على التكنولوجيا الباليستية. وأضافت الوكالة أن التجربة النووية جرت في إطار تدابير تهدف إلى حماية الأمن القومي لكوريا الشمالية وسيادتها من العداء المتواصل من جانب الولايات المتحدة التي انتهكت حق جمهوريتها في القيام بعمليات سلمية لإطلاق أقمار صناعية. وقد أثارت هذه الخطوة إدانات دولية واسعة.